في تركيه عايزين ناخد بالنا منها. يعني ايه temp dot next dot previous؟ تكملة الفيديو اللي قبليه. التمب دوت نيكست، انا دلوقتي احنا وصلنا ان ده التمب وده النيكست بتاعي، تمام؟ دايما لو سي مثلا انا كتبت تمب دوت نيكست دوت نيكست دوت نيكست دوت بريفيوس، دايما الدوتس كلها انا عمال ادور على النود اللي هشتغل عليها، اخر واحده هو السهم اللي طالع منها. يعني هنا سي مثلا ده التمب بتاعتي، تمام؟ انا عندي التمب في كام نيكست، واحد اتنين تلاتة، فالتمب دوت نيكست دوت نيكست دوت نيكست، يبقى انا وقفت على ديت، كانت اخر حاجة ايه دوت بريفيس، يبقى انا عايز اقف على ديت والبريفيس بتاعها اطلع منها سهم لورا وهكذا. فانا هنا كان التمب دوت نيكست دوت بريفيس، ده التمب وده التمب دوت نيكست، البريفيس بتاعه هو اللي هيمشي. فانا دايما في الدوتس كتيرة ديت بفضل ماشي ماشي لحد ما اجيب النود، اخر دوت بس هي السهم اللي طالع منه رايح فين، تمام؟ وطبعا لما بانسرت، وطبعا لما بانسرت زي ما قلنا احنا بريترن 1 بحيث نقوله ان احنا اشتغلنا والموضوع طلع شغال يعني، تمام. تالي حاجة ديليت فرونت، انا عايز امسح من الاول خلاص. هل طول ما الهيد لا تساوي نال، الهيد لا تساوي نال يعني اوريدي في اوريدي في ليست. عندي احتمالين، يا اما تبقى النود عبارة عن واحد نود واحدة، سوري الليست تبقى عن نود واحدة بس، يا اما يبقى فيها كذا نود. طب لو واحدة بس، لو الهيد دوت نيكست بتساوي نال، الهيد دوت نيكست بتساوي نال معناها ان هي هيد، يعني هي واحدة بس. يعني ايه؟ يعني هي نود واحدة، هي نود واحدة. وممكن بدل ما نكتبها هيد دوت نيكست ايكوال ايكوال نال، ممكن نخليها هيد دوت نيكست ايكوال ايكوال هيد، عشان المفروض النيكست بتاع الهيد بهيد، يعني هي في بعضها مفيش فرق. فطول ما الهيد دوت نيكست ايكوال ايكوال نال، او لو عملناها الاصح في الاغلب تبقى هيد، تمام. طول ما الهيد دوت نيكست بتساوي الهيد، يعني هي الهيد بيساوي التيل، هي نود واحده لفه على بعضها خلاص، يبقى الهيد بتساوي التيل بتساوي نال. صفرها لي كلها، خليها لي كلها بصفر، ما بقاش فيها اي حاجه، عشان عايز امسح الفرونت، فاهم؟ ما عنديش غير واحده فهضطر امسح. طب else انا عندي فيه كذا واحده، انا عايز امسح اول واحده بس. قال لي خلاص انت عايز تمسح ديت، خلي الهيد الجديده هتساوي الهيد دوت نيكست، يعني دي الهيد دوت نيكست خلاص، يبقى هي دي الهيد الجديده. طب هي لسه متوصله، انا عايز امسحها، خلي الهيد بريفيس بنال، يعني اللي قبل الهيد بنال، فانا مسحتها. فطالما انا مسحتها ما فيش حاجه ماسكه فيها كده، خلاص كلها اتمسحت، عشان انا كده خليت ديت الهيد الجديده، واللي كانت ماسكاها اللي هي بريفيس مسحتها، فمبقاش في حاجه ماسكاها خالص، تمام. انا اسف، ديت الهيد دوت نيكست، لا هي المفروض تساوي نال، اللي انا التانيه ديت في الدبل سيركلر، انا اسف اتلخبطت، هي نال، عشان الهيد دوت نيكست بنال معناها ان هي واحده بس، هي نود واحده بس ملهاش نيكست، يعني هي مفيش حاجه ماسكه فيها، فهي اكيد بنال، هي نود واحده، تمام. دي كانت غلطه عندي، انا اسف، تمام. فطبعا الكلام ده كله انا برجع انتجر، فلو الكلام ده اشتغل انا بريترن 1، لو ما اشتغلش بريترن 0، اوكي. ومفروض هنا برضو اشتغل فيرترن 1، انا هنا بريترن 0 مره واحده بس لو الهيد لا تساوي نال، تمام، معناها ان هي مفيش مكان، تمام، الهيد طلعت بتساوي نال، سوري، تمام. بس طول ما هي ما بتساويش فهو في مكان في الستورج فهيشتغل عادي. تاني حاجه ديليت رير، انا عايز امسح من الاخر بقى. طيب قال لك بقى من الاخر طول ما التيل لا يساوي نال، يعني انا اوريدي عندي تيل، لو الهيد بيساوي التيل، يعني لو التيل والهيد واحده بس زي اللي فاتت، يعني احنا كنا ممكن نشيل دي برضو الهيد دوت نيكست ايكوال ايكوال نال ونخليها هيد ايكوال تيل. هو حتى عاملها في الشرح قال لك ان الهيد ايكوال تيل، فهي هي لو الهيد ايكوال تيل خلاص خليه الهيد والتيل بنال، شيلها لي كلها على بعضها مش هتفرق معايا لو هي نود واحده. طب لو else انا عندي كذا واحده، دي الجزء الاسهل، دي كلها ملناش دعوه، يعني هي حل اخر بس دي ده الحل الاسهل يعني، تمام. ايه هو؟ مش انا عندي ده التيل انا عايز اشيله، خلاص قال لك ان التيل الجديد هيبقى التيل دوت بريفيس، مش ده التيل، لا هيبقى اللي قبليه، هيبقى هو ده التيل الجديد، تمام. وهخلي التيل الجديد النكست بتاعه بنال، فده هيتلغى، فهيبقى ده التيل دوت نكست بنال، فده هيتلغى. بسيطه جدا وما فيهاش اي تعقيد، تمام. وطبعا ريتيرن 1 يقول ان هو اشتغل، طبعا لو لديه ولديه يبقى ريتيرن 0 يقول ان هي ما كانش فيه ستورج، تمام.
ديليت نود بقى. طب انا دلوقتي مش عايز امسح لا من الاول ولا من الاخر، انا عايز امسح من لوكيشن معين. تمام، انا هتشيك اول حاجه هل الهيد نوت ايكوال نل. انا بتشيك على الستورج زي كل مره. تمام، لو اللوكيشن ايكوال ايكوال زيرو، يعني اللي عايز امسحها دي في الاول، انادي على ديليت فرونت. تمام، طيب لو else node temp head، يبقى انا عايز امسح حته في النص، فانا هعمل ايه؟ اول حاجه node temp equal head، هعمل temp بالهيد وهمشي عليهم زي ما قلنا كل مره. انا سي مثلا عايز اقف لوكيشن 2، فانا اوتوماتيك هيقف هنا اهوت. انا مش هشرح عشان شرحتها في فيديوز قبل كده عشان ما نضيعش وقت، فهو كده هيبقى واقف هنا اهوت. تمام، هل التمب دوت نيكس بيساوي نل؟ عشان هو عايز يتشيك ان هل هو طلع بسبب الدوت ولا بسبب التاني. فلو هو طلع بالنكست بنل، معناه ان هو وصل للاخر وما مسحش حاجه، ريتيرن زيرو، قول ان هو ما اشتغلش. طب else بقى، خلاص لو التمب دوت نيكست دوت نيكست ايكوال ايكوال نل، يعني انا واقف عند اخر واحده. اخر واحده ليه؟ عشان انا قلنا انا واقف عند قبل اللوكيشن، فانا لو مديه لوكيشن اخر واحده فهيبقى واقف هنا اهوت. فقال لك لو النكست دوت نكست، يعني لو زي ما هنا في الحاله ديت، انا هنا عندي النكست دوت نكست بيساوي نل، مفيش حاجه. قال لي خلاص لو هي كده اهوت، انده على ديليت رير اللي هي امسح اخر واحده. تمام، طب لو else بقى، يعني لا الاولى ولا الاخيره، انا عايز اللي يمسح لي ديت اللي هي بوزيشن رقم 2، فهو هيبقى واقف هنا اهوت. تمام، قال لي خلاص خلي التمب، انا عندي دلوقتي هي دي بقت التمب ودي اللي عايز امسحها، خلي دي كده التمب. قال لك خلي التمب دوت نيكست، يعني وصل التمب دوت نيكست تبقى التمب دوت نيكست دوت نيكست. فين التمب دوت نيكست؟ التمب دوت نيكست يعني السهم اللي هيطلع، عشان دي احنا قلنا قبل الاخر واحده، دي المكان ده التمب. النكست السهم اللي هيروح، والتانيه التمب دوت نيكست دوت نيكست، يعني ادي نيكست نيكست، فدي طلع منها سهم هيروح للنكست نكست. اوكي، والتمب دوت نكست دو بريفيوس، انا عندي دلوقتي دي بقى خلي بالكو، دي كانت اسمها ايه؟ تمب دوت نكست، دي بتساوي دي، فدي بقت التمب دوت نكست الجديده. يعني كان الاول اسمها التمب دوت نكست، بس دلوقتي انا سويت التمب دوت نكست بالتمب دوت نكست دوت نكست. انا عارف ان هي بتلخبط بس ركزوا فيها، دي التمب ودي التمب، دي التمب دوت نكست العاديه اللي عندي، فانا سويت التمب دوت نيكست بتاعتي بالتمب دوت نيكست دوت نيكست، فبقت دي اسمها تمب دوت نيكست الجديده عشان انا مسويها بيها. قال لي خلاص التمب دوت نيكست الجديده البريفيوس بتاعها بيساوي التمب، فتمسك في دي فاوتوماتيك دي تتشال. تمام، طبعا لو اشتغل هي ريتيرن 1، طبعا ما اشتغلش في الكلام ده كله هي ريتيرن 0. تمام، نيجي بقى للريفرس ليست. لحظة واحدة، خلينا الأول في print list. print list أسهل عشان الوقت. print list أنا عندي نوت أنا عايز أطبع لي، عايزه يطبع لي كلها عادي جدا مفيش أي مشكلة. خلاص هخلي الهيد بتاعتي بتمب، طول ما التمب لا تساوي null افضل اطبع لي الداتا. ف system dot print temp الداتا، هيطبع لي الداتا، يفضل ماشي next، يطبع الداتا، يفضل ماشي ماشي لحد ما يوصل إن التمب بتاعته بنال، يعني في حتة فاضية مفيش أي نوت، ساعتها هيطلع بره ويكون طبع لي كله. تمام، نيجي هنا بقى، if had not equal، if had not equal sorry reverse list. reverse list انا عندي two conditions، انا عندي اما تبقى كده هوت ليست زي دي عادية. لحظة واحدة، الليست ديت مميزة بحاجة ان هي odd. يعني ايه odd؟ يعني هما خمسة nodes. طب افرضوا انا عندي ليست زي دي كده، even هم 4 نودز بس. احنا هنشرح هي ديت هو ريفرس ليست يعني ايه. يعني اللي عايز الاول هنا اهوت، لو ده الهيد وده التيل، يعني ده الهيد 1 2 3 4، لا يبقى ده الهيد 1 2 3 4 يعكسها. تمام، فقال لك نتشيك اول حاجه هل الهيد لا تساوي التيل، عشان لو الهيد بتساوي التيل معناه ان هي نود واحده مفيش حاجه عاملاها ريفرس اصلا. طيب قال لك الهيد لا تساوي التيل، خلاص تمام هعمل تو نودز تي 1 وتي 2. تمام، وهعمل انتجر تمب. تمام، في حاجه في الجافا عموما احنا عندنا، لو احنا سي عندنا مثلا تو بوكسز ديت فيها اكس ودي فيها واي، وعايز ابدل البوكس اللي هنا باللي هنا، ف
فما فيش عندنا في الجافا ان احنا نبدل الاتنين مره واحده، فبنجيب بوكس تالت فاضي اسمه تم،